وطبعا هاي المنطقه بتاعت الفينس، يعني الفينس درينج عامه بتاع البرين من المناطق اللي الايمجنج فيها بيبقى مثير او مهم احيانا كلينيكالي، كلينيك في الكلينيكال ديسيجن. وسواء كانت الكافيرنس ساينس او الفينس اناتومي كانوا الاثنين واخدين، يعني معظم الناس عايزين المنطقه ديت. يعني انا كنت عيني كنت عايز اتكلم على البيزنج انجلي عشان ابقى مثلا بس غطيت الاناتومي بتاع السيريبرال هيمسفيرز بشكل متكامل، فما فيش حد غير انا وابراهيم حويل الله يكرمه مسيه بالخير، يعني هو اللي عملنا فوتنج عليه. فطبعا ايه، فيعني انصعنا، يعني الفعل العربي الغريب ده، انصعنا لراي الجماهير. فالنهارده هنتكلم على الكافيرنس ساينس اناتومي. قبل ما نبتدي، هو انا مفترض ان احنا عارفين البيسك بتاع كافيرنس ساينس، البيسك مش بتاع البكالوريوس، البيسك بتاع السرفايفال نيورولوجيكال سكيلز، يعني اللي هو ان عارفين ان في كافيرنس ساينس وحواليها ثلاثه واربعه وسته والاوفثالميك بتاع خمسه، وكان الكافيرنس ساينس دي جواها كاروتيد، وكافيرنس ساينس جنب البيتويتري، وكافيرنس ساينس في حاجه اسمها كافيرنس ساينس سندروم قد يندرج تحتها كافيرنس ساينس روبوزس وقد يندرج فيها غيرها. ان الكافيرنس ساينس سندروم دي اللي هي ان الفوكس واحده تاخد ثلاثه واربعه وسته وتعمل بابليديما، او ما تعملش، او تعمل يعني بت بت او تعمل اوبتيك كومبرومايز لو امتدت لقدام، وممكن تكستند لتحت فتاخد السكال بيس، فتاخد شويه كده من التراجمينال، تبتدي بقى تاخد ديفيجنز ثانيه من التراجمينال، او ترجع لورا وتدخل تخرج من الميدل كرينيال فوسه للبوستيرير كرينيال فوسه، فتبتدي تاخد مثلا اذر كرينيال نيرفز، او تبتدي تاثر الفريم ورك الاساسي ده. يعني انا فور جرانتد مفترض ان معانا كلنا، وهبتدي ايه يعني، يعني المايند سيت بتاعتي ان انا هناخد خطوه زياده، خطوه صغيره زياده بعد الكلمتين دول من خلال الاشعاعات، من خلال الاناتومي. وفي الاول وفي الاخر برضه هرجع اقول لكم، يعني هو في الاول وفي الاخر الدنيا كلها بتتظبط لما الواحد يعرف الاناتومي بس. الباثولوجي مش ان الواحد يبقى عارف دي شكل كذا، دي شكل التروزا هانت سندروم، دي شكل الكافيرنس ساينس روبوزس، دي شكل كذا، هو مش ده الحقيقي، مش ده اللي بيعلم. يعني هو الفكره ان بس الواحد يبقى عارف every single detail what should be normal and what's not، بعد كده بيقدر يتعامل معاها مع التشخيص عامه، او مع اجابه سؤاله كلينيكال. يعني هي القضيه كلها في اجابه السؤال الكلينيكال للواحد، مع الواحد محطوط فيه، يعني هل الاشعه هتجاوبه صح وهتجاوبه ازاي، وايه اللي الواحد مستنيه من الاشعاعات يعني. فهنبتدي على طول بقى عشان ما نطولش. دي يعني مقبره الغزاة بتاعه كليه الطب، اصعب حاجه في كليه الطب كلها السكال بيس. كان الدكتور اسامه محمود يقعد يقول شويه اخرام، تعرف شويه اخرام في السكال، الاصعب حاجه في الاناتومي، واصعب حاجه اظن يعني ما فيش ستراكشر يعني مور كومبلكس في الجسم، ومور كومبلكس عدينا عليه يعني حتى في مجاهل التفاصيل الباطنه والجراحه والكلام دوت. يعني برضو السكال بيس كانت يعني الفورامنز بتاعت السكال والتفاصيل بتاعت السكال من المناطق اللي كانت تفاصيلها الاناتومي صعبه جدا، فهنحتاج بعض البديهيات فيها، بس مش كل التفاصيل مش هندخل فيها يعني، اذروايز يعني ان احنا هنغرق جميعا وانا اولكم يعني. بس يعني في كم اناتوميكال كونسيدريشن جديرين بالتامل قبل ما نبتدي في كافيرنس ساينس. احنا في معلومه سهله وبسيطه وواضحه ان احنا عندنا ثلاثه كرينيال فوسه، انتيرو كرينيال فوسه، ميدل كرينيال فوسه، وبوستيرو كرينيال فوسه. دي معلومه كلنا عارفينها، بس هي الفكره معلومه برضو هي بديهيه بس احنا مش مركزين فيها قوي، او مش شاغله بالنا قوي، ان الثلاثه كرينيال فوسه مش على نفس الليفل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دي يا جماعه الانتيرو كرينيال فوسه اللي تنتهي عند الاوربيتال ريدج يمين وشمال، كويس، والحته دي اللي خارج منها الاوبتيك نيرف يمين وشمال اللي هي الاوبتيك كانال، ودي كان بيها الريدج، والمنطقه اللي فوق دي اسمها ايه، الروف، ده اللي هو اللي تحتيه النيزوفارينكس، وتحتيه يعني تحت الروف المنطقه اللي احنا بنبص عليها من الانتيرو كرينيال فوسه دي، المنطقه دي ايه تحتيها على طول الاوربت يمين وشمال، وفي الوسط النيزل كافيتي، كويس. دي الانتيرو كرينيال فوسه. الميدل كرينيال فوسه اللي وراها على طول ما هياش على نفس الليفل، لو واخدين بالكم هي تحت عنها شويه. ودي نقطه مهمه دلوقتي بقت ليها ريليفنس واحنا بنبص على اشعاعات، الموضوع ده بقى ليه ريليفنس. الميدل كرينيال فوسه اليمين والشمال، المنطقه ديت بتاعت التمبرال بون دي، عارف لو فاكرين الكلمه اللي هي بترس بارت اوف سمبرال بون وسفينويدال بارت واسمه ايه دوت و
وبترس دي يعني زلطه، يعني زي الزلطه، هي حته ناشفه كده من التمبرال بون، وبعدين اللي هي الجزء الفلات اللي مش حتى مش حاضرني اسمه والله، عفوا يعني، من التمبرال بون، وما بينهما في عظمايه في الوسط، ريدج في الوسط كده، عامله زي مثلا عارفين لو تخيلها عمود، زي عمود كده في الوسط ما بين الاثنين. المنطقه دي كلها ازرول، المنطقه دي تحت عن الانتيريور كرينيال فوسا شويه، والميدل كرينيال فوسا بطبيعه الحال معظم مساحتها كلها متاخده من التمبرال لوب، كل الحته دي تمبرال لوب يمين وشمال، دي تمبرال لوب، وفي الوسط اللي هي الحته بتاعت السله تورسيكا اللي هي يعني قاعده فيها المريحه فيها البيتويتري، وحوالين السله تورسيكا يمين وشمال يقع شويه اخرام كتير، يعني بالبلدي كده يعني شويه اخرام كتير. الاخرام دي مدخله بقى ستراكشرز داخله وخارجه من الكرينيال كافيتي، وحواليهم وعليهم بقى الكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس في المنطقه اللي في الوسط ديت اللي هي الجنكشن ما بين المنطقه اللي مريح فيها التمبرال لوب والمنطقه اللي مريحه فيها البيتويتري، فهي الكافيرنس ساينس تحتل هذه المنطقه. في شويه فيسلز او مينلي اللي هو الانترنال كاروتيد طالع من الحته دي من السكال، واخد في فوره من ده طالع منها، وفي نيرفز المفروض انها ليها طريقها وشقه طريقها بقى في الوسط، فالمفروض ان الفورمنس دي يعني بتمديت دوت او بتخرج النيرفز دي. مش مهم خالص التفاصيل دي كلها بقى، مش مهم اسم كل بقى فورمن دي ايه، الكلام ده مش مهم دلوقتي. ثم ياتي بعد ذلك الايه البوستيرو كرينيال فوسا، ولو واخدين باركو برضو هي نازله شويه، الحته بتاعت نازله عن الميدل كرينيال فوسا، فالثري ليفلز كل واحده فيهم اعلى من اللي تحتيها. والحته بتاعت البوستير كرينيا فوسا الحته دي اللي هي المربع اللي في الوسط اللي هو ظهر العمود اللي هو اللي هو في سله ترسيكا ده، اللي هي الحته بتاعت الكلايفس اللي هي المنطقه المقابله تماما مباشره للبرينستم. ده شكل ده النقط دي مهمه لما الواحد يبص بقى على الاشعاعات. تعال بص دلوقتي في القصه رقم 2 بالنسبه للسكال بيس او للمنطقه ديت الثلاثه كرينيال فوسا، ان هم ما هماش على البلاط بقى بالبلدي، يعني لو العظم انت هتلاقي عليه بقى ايه، مفروش ديوره. فالديوره لما بتغطي المنطقه ديت بتغطي طبعا كل حاجه، بس بيبقى تحت الديوره في ديوره الفولز. الديوره الفولز دول في المنطقه بتاعت الكافيرنا ساينس طبقتين او منطقتين جنب بعض، في منطقه واخده اللي هي الجاسيريان جانجلون وقافل عليها، دي اسمها ميكلز كيف، وفي جنبها جنب الميكلز كيف يعني ميكلز كيف الموست لاترال وتحت شويه كمان الليفل بتاعه اوطى شويه من الـ من الـ من الكافيرنس ساينس تحت واوت، وبعديه كافيرنس ساينس برضو واخده لها ديورال فولد، وبعد كده الميد لاين اللي هي المنطقه اللي فيها الدور سامسيلي اللي هي الحته اللي بقى اللي مقفله على البيتويتري. فانا بس جايب النقطه دي عشان نكونسيدر ان احنا لما الديوره بقى تيجي تلزق في البون فيها طبقتين، في طبقه فيها تراجيمينال اللي هو الجاسيريان جانجليون، دي فيها الميكلز كيف في الجاسيريان جانجليون، ومطلع فيه الديفيجنز الثلاثه ميجر ديفيجنز او التو ميجر ديفيجنز اللي هم طالعين في التراجيمينال، والاوفسالميك ماشي مع الاوفسالميك ديفيجن ماشي مع الكافيرنس سايز. جاست تو كومبريهند ان في ايه، في ديورال، في حاجه اسمها ديورال فولدز، وان هي قصه مش مجرد انها اتلزقت كده لاير واحده، لا ده في تو لايرز ايفن ثلاثه لو احنا حسبت الدور سامسيلي، في واحده اللي هي مغطيه بالتويتري ويليها واحده مغطيه الكافيرنس ساينس وليها واحده مغطيه التراجيمينال جانجليون. دي نقطه رقم 2. في حاجه هكلمكم عليها برضو دي مهمه برضو في الاناتومي، وانا مفترض ان كلنا عارفينها يعني، بس برضو هتكلم عليها كلمه صغيره كمان قبل ما نواجه السؤال الاهم اطلاقا اطلاقا في اي حاجه، في اي عيان معاك عنده كلينيكال ساينس سندروم، كلينيكال كافيرنس ساينس سندروم. احنا عارفين، انا هرسم هنا بس معلش ونبقى نرسمها، احنا عارفين ان في كافيرنس يمين وفي كافيرنس شمال، وان الاهم تريبيوتري جاي منها هو الاوفسالميك فينز والفيشيال فينز اللي هي بتدرين الدينجرس اريا اوف ذا فيس. ماذا ايضا بتاخد ايه تاني؟ ضيف لمعلوماتك، بتضيف ان في حاجه اسمها السوبرفيشيال ميدل سيريبرال ارتري فين، ده بيدرين على الكافيرنس ساينس. وطبعا في كونكشنز يمين وشمال ودي برضو فور جرانتد. وفي
حاجه اسمها دي نقطه يعني زياده عليهم بقى ايه؟ ان في كونكشنز مع البازلر فينوس بليكسس من خلال اللي هو زي ما انتم شايفين عارفين الحته اللي كان فيها كلايفس وهنا هعملها بلون تاني عفوا مثلا بالاخضر الكافيرنس ساينس اليمين هنا ديت ليها كونكشن ماشي من هنا مع البازلر فينوس بلكسس وجاي منها احنا عارفين جاي فيه تو فيسلز نرسمهم هنا على السكالا على طول جاي منها فيسل اللي هو بتاع جاي من العين اللي في المكفين وجاي من الفيس اللي هو بتاع دينجر سيريا اوف ذا فيس وجاي منهم كمان الحته اللي فيها التدويره بتاعت الميدل كرينيا الفصه دي زي ما ماشي فيها الارتري راجع فيها فين اسمه سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين وفي حاجه كده مشهور لو فاكرين اللي هو كان في حاجه اسمها سوبيرور وانفيرور بتروزال ساينس يعني ايه بتروزال يعني بترس من بترس بترس ايه اللي هي الزلطه اللي هي حته عظمه مكلكعه اسمها البترس بون بتاعه التمبرال بون اللي هي المنطقه ديت اللي هي الحته دي البترس بون دي هي اللي ماشي هي اللي فيها الانترنال اير وهي اللي فيها البتاع دي فهم بيسموها سوبيرور عشان في واحده فوق وفي واحده لتحت شويه سوبيرور وانفيرور بتروزال ساينسز وفي الاخر الكلام ده كله يدرين بره البرين عن طريق مره جزء منه عن طريق السيجمويد وجزء منه طبعا عن طريق اذر ساينسز مش مهم التفاصيل دي بس يعني على الاقل ده الايه ده الفريم ورك الاساسي بتاع الدرينج الداخل والخارج بتاع الكوفيرنس ساينس ودي بيسكس انا مفترض ان انتوا عارفينها بس قلت برضو ايه اقولها سريعا عشان نبقى برضو ما ندوبش من بعض يعني واحنا بنشوف الحاجات. السؤال الاهم على الاطلاق على الاطلاق يعني انت دلوقتي لو واحد عنده كافيرنس ساينس سندروم كافيرنس ساينس سندروم دي اللي هي ايه 3 و4 و6 وفي اوفسالميك ديفيجن زائد او ناقص اي حاجه تانية زائد او ناقص اوبتيك زائد او ناقص تراجمينال زائد بيت تراجمينال زائد او ناقص حتى بلبر زي ما يكون انت المفروض اطلب ايه؟ المفروض تطلب له ايه؟ يعني انت شاكك ان عنده ساينس ثرومبوزس هو انت المفروض تطلب ايه؟ الاجابه البديهيه المتبادره لجونيور نيورولوجي او اللي هو اللي لسه داخل نيورولوجي ما بقالوش 3 4 شهور وما بيشيلش نبطشيات لوحده انه هيطلب ام ار في ودي اجابه شديده الخطا. لا الام ار في ما بيعملش حاجه في الديب سيستم يا اخوانا الام ار في حلو في اللي هو ايه في الديورال ساينسز كويس ولا يخلو من تريكس يعني وتريبس وتريبس انما الديب فينس سيستم ما لم تكن واقف على رجلك في الاناتومي وعارف بتبص على ايه وتطلب ايه ما مش 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 هتعرف تعمل له ايفالويشن كويس. الستاندرد يا جماعه احنا دلوقتي المنطقه ديت المنطقه دي عشان تيفالويت اذا كان في ثرومبوزس ولا لا او اذا كان في اب نورمال باثولوجي ولا لا انت محتاج اكزيال محتاج اناتوميكال كاتس محتاج اناتوميكال كاتس يعني ايه يعني هتتفرج عليها في الكاتس العاديه في الفحص العادي بتاع البرين ايه اللي هتطلبه بقى يا جميل هتطلب كورونال تي 2 ودي جولدن رول في اي فينس اي حاجه فينس في البرين شك في اي حاجه في البرين اطلب كورونال على طول اتزنقت بص كورونال تي 2 لازم كورونال تي 2 وكورونال تي 2 اجدع من كورونال فلير على فكره يعني هو كورونال تي 2 هيغطي اي ساينس انت عندك فيها سسبشن هو هيغطيها لك كويس سواء كانت ديورال سواء كانت ديب سيستم وطبعا بالنسبه لنا هنا كبرنا ساينس دي جولدن رول لازم تطلب كورونال تي 2 عشان تعرف تبص عليها كويس طبعا ان اكزيال تي 2 ده فور جرانتد المفروض ان هو كده كده بيتعمل في الفحص الروتين فانت بيبقى موجود معاك يبقى انت معاك اثنين اناتوميكال بلينز في تي 2 ويتد ومعاك التي 1 هتبص عليه تي 1 بوست كونتراست ده اللي المفروض تقيم بيه كافيرنس ساينس لو انت عايز تعرف ايه اللي حاصل بالظبط جوه كافيرنس ساينس ده الفحص النموذجي مش دايما ده بيبقى موجود طبعا مش دايما انت احيانا بتبقى محكوم بالرنين المتاح وبالرنين اللي العيان يقدر يعمله بس تبقى عارف كويس ان انت عشان تعرف تعمل ايفالويشن مظبوط يعني وتقدر تشوفه كويس تبقى طبعا بيقطع على شرايح على شرايح سلايسز صغيره على 3 مللي مثلا نص مللي بالكثير نص سنتي بالكثير ويبقى عندك تو اناتوميكال تي 2 ويتد ايمجز يفضل ان هو يكون تي 2 ما يكونش الفلير وكونتراست عشان الكافيرنس ساينس انت مش هتطلب لها ام ار في ولا تطلب لها حتى السي تي فينوجرافي يعني مش هتطلب لها فحص ريكونستراكتد مش هتطلع فانت لازم تشوف الكافيرنس ساينس خدت صبغه ولا لا لو خدت صبغه تبقى نورمال لو ما خدتش صبغه تبقى ثرومبوز فدول الفحوصات الاساسيه كذلك بس برضو يعني كيب ات ان يور مايندز في اي او هتطلب اي حاجه فيها فينس حاجه فيها مش شاكك للعيان عنده اي حاجه فينس اطلب لازم تطلب كورونال تي 2 تطلبها بالاسم حتى لو الفني مش هيبقى ما عندوش فحص ديديكيتد او ما فيش كروس توك بينكم وبين بعض فيها.
خلاص. دي نقطة رقم واحد. تعالى ناخد بقى ايه كرونال تي 2 من منظور الثلاثة كرينيال فوسة اللي هم ثلاثة ليفلز مختلفين عن بعض. احنا هنبتدي من قدام لورا. هنبتدي قدام، دي المنطقة لو واخدين بالكم في الساجيتال بلين اللي محطوط على الشمال، فوق على الشمال. احنا هنا قاطعين في منطقة اللي هي اللي فيها النيزل كافيتي، وعلى اليمين وعلى الشمال لسه فيها الاوربت. دي اللي هي اخر الاوربت خالص، يعني ده يعني ادي اللي قدام بتاع الاوربت، يعني العين خلصت واحنا في اخر الاوربت خالص. وفوق سهله، اللي فوق ده برين، يعني القصه بتاعت البرين مش قضيه خالص. احنا نعلم عليه بالاحمر كويس. ده الكرينيال كافيتي اللي فيه ايه؟ اللي فيه اكيد الفرونتال لوب، ده انتيرور واحنا قدام، يبقى احنا ده في الفرونتال لوب. لاحظ الاتي، احنا عارفين ان فوق لما كنا شايفين بنبص على السكال، حته العظمه اللي احنا كنا بنبص عليها فوق هي الحته دي بتبان ايه في التيتو؟ بتبان لونها اسود. ليه لونها اسود؟ لان الكانسيلا سبون العظم اللي هو الناشف قوي ده، الكالسيوم فيه لما بيبقى الكوندنسيشن بتاعه عالي قوي، فتبان يبان في صوره سيجنال فويد، يبان زي اي اليمنت، اي معدن، اي معدن بيطلع في التي 2 بيبان لونه اسود. بالذات كل ما يبقى بريسيبيتيتد، حديد هيبان اسود، كبر هيبان اسود، كالسيوم هيبان اسود، بلاد هيبان اسود عشان الحديد اللي فيه. كل حاجه يعني لما كل ما تبقى دنس اكتر هيبان لونها اسود. فكذلك هو المنطقه، الطبقه بتاعت العظم اللي كانت موجوده فوق في الانتيريور كرينيال فوسه، اهي اللون الاسود دوت اللي ماشي من فوق لتحت كويس. ايه اللي تحته؟ ايه اللي تحته؟ هنا الاوربت، النقطه الابيض اللي هنا ديت فيها الفيت، ده في الفيت بتاع الاوربت، والاسود الصغير ده الاوبتيك نيرف. لو واخدين بالكو، انا هحاول اشيل الكلير ماركينج. واخدين بالكو، ادي الاوبتيك نيرف. لو واخدين بالكو ليه جار ساكن فوقيه على طول، صغير قوي قوي، نقطه سودا صغيره كده جنبيه فوقيه، دي ده سوبيرور اوف سالمك فين، وده صديق البرنامج، ده معانا مكمل معانا النهارده يعني، وعليه عامل مهم قوي في الايفاليويشن. وده كذلك الاوربت كويس. ده الاوبتيك وده السوبيرور اوف سالمك فين لو واخدين بالكو. ولو واخدين بالكو دي عضله ودي عضله ودي عضله، دول اللي هو الريكتاي. والاسود ده فيسل، والابيض ده كله فات عشان الاوربت مليانه فات. وفوق زي ما اتفقنا اللي هو ايه الكانسيلا سبون اللي فوق. تحتينا ايه يا باشا؟ تحتينا يا سيدي المنطقه بتاعت النيزل كافيتي، ودي بواقي السمويدال ساينسز بقى اللي في اليمين وشمال، او اسف اخر الماكسيلري يمكن. تعال ناخد الكابت اللي بعده. دلوقتي احنا بقينا في اخر الاوبتيك، اخر المنطقه خالص اللي هي الحته اللي باين فيها الحته المدوره دي، وباين فيها نقطه. النقطه ده الاوبتيك كانال، وجواها وجواها الاوبتيك ارتري. يبقى احنا في طرف الاوربت خالص، احنا في اخر حته في الاوربت خالص لسه تحت، طول ما في نيزل كافيتي باين يبقى انا لسه اكيد في الانتيريور كرينيال فوس. لو واخدين بالكم قبل ما نخش على السلايد اللي بعديها، دي نيزل كافيتي في السلايد اللي فوق على اليمين اللي هي الساجيتال، دي النيزل كافيتي. بعد النيزل كافيتي على طول في فراغ اسود مليان هواء اسمه السفينويدال ساينس. السفينويد بتبان انها بسيجنال، بتبان اير، بتبان اسود، بس ممكن احيانا يبقى عنده ساينوسايتس ولا حاجه. بس انت دايما تبقى حافظ ان في ايه، في السيرجيتال بلين في نيزل كافيتي، وراه على طول السفينويد ساينس كويس لانها بارانيزل ساينس. وراها العظمه اللي كانت اللي هي الكلايفس، اللي هي اللي باينه عامله العمود الخرسانه اللي قاعد في وسط الميدل كرينيال فوسا، هي دي اسمها الكلايفس. واخر الكلايفس خالص اكيد هيكون فوق البيتويتري، ورانا البرينستم. فالثلاثة دول ستيشنز دول احنا هنعدي عليهم واحدة ورا الثانية. احنا تقريبا بنخلص خلاص كده النيزل كافيتي، اللي بعديها بقى فين؟ بقى يبان لك الفراغ الاسود دوت اللي هو ايه؟ السفينويد ساينس. اخر ده التيب بتاعت الاوبتيك نيرفز، الاوبتيك نيرف مكمل ورا. ولو واخدين بالكم ابتدينا نخش على الميدل كرينيال فوس. عرفت منين؟ عشان ابتدى يبان التمبرال لوب. الميدل كرينيال فوسا فيها تمبرال لوب، يبقى احنا بقينا يمين وشمال، واللي فوقينا ده اخر الفرونتال لوب. والمفروض ان الاوبتيك نيرف هنا فوق، والاوبتيك نيرف هنا. انا هستهلك معظم وقت المحاضره كله بس في الاعاده والازاده في الاناتومي، وبعدين هتلاقي بعد كده قصه التشخيص والله بقت في منتهى السهوله يعني. فمعلش لو انا مطول عليكم سنه فيها يعني. طيب تعالى نجيب اللي بعديها. ادي سفينويد كويس، وادي تمبرال بون، تمبرال لوب يمين وشمال كويس. والمفروض ان هنا الاوبتيك نيرف، بس هو الاوبتيك نيرف خلاص ابتدى يعني خرج بقى من الكانال وداخل على المفروض ان احنا حافظين في الاناتومي ان هو بعد ما هيخرج
بعد ما يخلص بقى الحته بتاعت الاوربت هيروحوا الاثنين يضموا على بعض. يعني المفروض ان بروجريسيفلي لو واخد بالك الاوبتيك نيرف هنا كان بعيد عن هنا ابتدى يقرب شويه، وهنا بقى وهنا كان ابعد ابتدى يقرب يقرب هو واحده بواحده يبتدي يقرب لحد ما يعمل الاوبتيك هازم. تعال يعني نكمل هنا الاوبتيك عشان برضو نبقى خلصنا قصه الاوبتيك. هي بقى فين بقى هنا واخدين بالكم؟ ودي سلايد مهمه قوي. عارفين مثلا السلايد بتاعت اللي هي الكات اللي واخده السلامس والكوديت اللي هي اللي واخده الانترنال كبسول بما حولها في الستروك دي، السلايد اللي فيها السلايد اللي احنا واقفين عليها دي اهم سلايد وانت بتقيم الحته بتاعت السيل الريجن كله على بعضه وبما فيهم الكافيرنس ساينس. انا هشيل الماركينجز ونبتدي ناخدها حته حته بقى. دلوقتي احنا فين؟ احنا في اخر يا جماعه، احنا في اخر السفينويد ساينس. اخر السفينويد ساينس هيبتدي الحته بتاعت الكلايفس، والكلايفس دي زي ما احنا متفقين من الصوره بتاعت السكال الكرينيال فوسا بتاعت السكال ان في عمود خرسانه قاعد في الوسط كده، عارفين عامل زي اللي هو ايه، زي ما المتاحف لما بيبقى فيها جوهره مهمه كده بيبقى في عمود كده في الوسط ومحطوط فوقيه الجوهره اللي هي ايه البيتويتري. هو ده اللي حاصل بالظبط، يعني هو ده اللي موجود في البرين. ادي اخر السفينويد ساينس خالص، وهي مقسومه كده يمين وشمال كويس. فوقيها بقى ايه؟ فوقيها الجوهره اللي هي البيتويتري. تعالى نعملها باللون الازرق، انا هرسمها وبعدين همسحها تاني. المنطقه دي كلها كده هي دي البيتويتري، وده نورمال سايز اوف بيتويتري. دي لا بيتويتري كبيره ولا بيتويتري صغيره ولا بيتويتري كومبريسد ولا اي حاجه، ده النورمال اناتومي بتاع البيتويتري. نبص عليها تاني اهي كويس، فين مريحه على البون؟ ليه؟ لانها هي فعلا مريحه على البون، لان السله تورسيكا هي ريستنج عليها المنطقه بتاعت البيتويتري تماما. ونبتدي بقى ايه نظبط احداثياتنا من النقطه دي. احنا عارفين ان البيتويتري فيها الاوبتيك كازما صح؟ يبقى ليه بقى؟ لان كان لما بيحصل، فاكرين يا جماعه لما بيحصل يقول لك لما يحصل بيتويتري ادينوما تبتدي تعمل فيلد افكشن، تبتدي تعمل فيلد افكشن ليه؟ عشان ضغطت على الكازما. ادي الكازما اللي فوق، النقطتين اللي فوق دول الكازما، ممكن تبقى قلب الكازما نفسه فتلاقي النقطتين دول قريبين من بعض في كات، ممكن على حسب بقى ما بتشوف، ممكن لسه هم هيلحموا مع بعض اهو زي الكات ديت، زي المنطقه ديت. ممكن تبقى القطعه قريبه جدا 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 من الميدل بتاع البيتويتري، فتلاقي مثلا نازل بيتويتري ستوك نازل من فوق لتحت كده زي التفاحه، فتتحول البيتويتري كده لفطيره وطالع منها سلكايه صغيره، والسلكايه الصغيره دي حواليها يمين وشمال الكيازما او دخلت التو اوبتيك نيرفز عليها كويس. المنطقه دي اسمها سيلر ريجن كويس. الباراسيلر ريجون هي المنطقه اللي فيها كافيرنس ساينس. فاحنا بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا في قلب الكافيرنس ساينس. انا بعرف منين الكافيرنس ساينس؟ بعرفها من الكاروتيد. الكاروتيد دايما لا يخطئ شكله واضح جدا، اللي هو الكاروتيد ده ارتري، والفيسلز لما بيمشي فيها الفلو بتاع البلاد بيبقى عالي جدا، ما بيلحقش ياخد السيجنال بتاعه الماجنتيك امبلس اللي بتحصل مع الرنين المغناطيسي، فدايما يبان اسود، وده اسمه سيجنال فويد. فويد ليه بقى؟ لان هو شويه الدم اللي هم اللي خدوا السيجنال بتاعته المغناطيس اتحركوا قبل ما ياخد يعمل الاكوزيشن، فيطلع مكانها فاضي ويجي مكانه دم ما خدش الماجنتيك امبلس دي، فيبقى مكانه فاضي. السيجنال فويد اللي هي فين يا جماعه؟ اللي هي دي كويس، ديت وديت، ده الكاروتيد كويس، ده الكاروتيد وهو بيلف هو جوه النقطه المنطقه دي، هو جوه الكاروتيد قاعد جوه كافيرنس ساينس. المنطقه ديت اول لما يعلى عن مستوى البيتويتري وعن يعني عن الليفل ده يبقى احنا سوبرا سيلر كومبارتمنت كويس. فالمنطقه دي اناتوميكالي لما تسمع كلمه سوبرا سيلر هي المنطقه اللي فيها الكاروتيد، اخر الكاروتيد خالص كويس. السوبرا سيلر يعني فوق الليفل بتاع الفطيره اللي قاعده على السفينويد اللي هي البيتويتري، فوق الليفل دوت اللي هو فيه كاروتيد وفيه اوبتكس او كيازما، ودي اسمها سوبرا سيلر ريجن كويس. الباراسيلر اللي هي المنطقه اللي جنب بقى ايه، اللي جنب السفينويد يمين وشمال، اللي هي على نفس الليفل بتاع البيتويتري جنب. نشيل الشخبطه. طيب احنا عارفين برضو من الاناتومي ان احنا لما جينا نفرش السكال بالديوره ان الديوره دي خدت كذا فولد، في واحد منهم مش باين طبعا هنا اللي هو ده ديورال فولد اللي هو بتاع الدورسابس اللي مش مهم. في ديورال فولد مهم حوالين البيتويتري اللي هو ده كويس، وفي ديورال فولد جنبه تاني صغير على فكره يا جماعه لو خدتوا بالكم، انا همسحه برده واوريه لكم تاني، ده ميكلز كيف، ده اللي ماشي فيه تراجيمينال.
فبرضه الناحيه الثانيه، الناحيه اللي على الرايت سايد، ادي البوردرز بتاعت الكافيرنس ساينس، ده الديورال فولد بتاعتها. الديورا برضو لانها طف، كل ما الفايبر يبقى طف وماسك نفسه قوي، يعني اللي هو فايبرس قوي، كل ما السيجنال بتاعته تقل شويه، فديورا برضو بتبان لونها اسود في الام ار. فادي هنعيدها تاني، ادي الابر بوردر، ادي ديورال فولد، وفي ديورال فولد تحتيه حته مثلث صغير كده لسه هيكبر كمان مع الوقت، ده ميكلز كيف. كويس، تعالى نرص الكرينيال نيرفز زي ما احنا حافظينهم، زي ما احنا عارفينهم من الاناتومي، ونبقى نشوفهم بعدين. بس احنا عارفين ان هو الابر موست كلهم في الوول، الابر موست ثلاثه بيبقى هنا، لازق تحتيه واحد صغير جدا اللي هو اربعه ده اصغر واحد، ونادرا ما بيتشافش، يعني ما بيتشافش، ما لم يكن في باثولوجي ما بيتشافش، اربعه ده ما بيتشافش خالص. ادي وتحتيه على طول اربعه، وتحتيهم بحاجه بسيطه جدا الاوفسالميك بتاع خمسه هنا. كويس، وسته يعني المذاكر عارف ان هو بيخش جوه السبستنس بتاعت الكافيرنس ساينس نفسها، فهو ماشي هنا. كويس، لو واخدين بالكم يا جماعه عشان برضو نبقى مراجعين الدايركشنز بتاعت الاتجاهات بتاعت النيرفز، احنا عارفين ان ده اوبتيك، ده ميت طالع لقدام، طالع للسلايدز اللي احنا خلصناها، هيخش الاوبتيك كانال، و3 و4 و6 و3 و4 و6 كلهم رايحين فين؟ رايحين على برضو على السوبر اوربيتال فيشر، عشان في الاخر تلاقي يخشوا جوه الاوربت. فده ترتيبهم، وهم بنفس الترتيبه دي وبنفس الشكل ده برضو بيخشوا على الاوربيتال كانال. طيب ده احنا قاطعين فين؟ تبص على الساجيتال، تبص تلاقي ان اخر حرف خالص اللي هو بدايه اخر حرف خالص في السفينويد اللي هي المنطقه ديت. كويس، وده كاروتد جاي من الرقبه، ولسه ابتدى يخش بقى في الفورم بتاعته، وابتدى يطلع لبره ويتقسم، يخش شمال ده اللي هو الميدل كرينيال، وابتدى يعمل سيركل اوف ويلس، المنطقه دي فيها سيركل اوف ويلس. طيب فين البتويتري؟ المفروض انها تكون هنا، بس احنا قطعناها في الكات اللي فات، فمعظمها كان خلصان في الكات اللي فات. لو واخدين بالكم الستوك باين في الكات ديت مقارنه بالكات اللي قبليها، فده هو باين هنا، باينت هنا، وهنا بقى التوك اوبتيك نيرفز بقوا حته واحده، ودي اللي هي الحته بتاعت الكازم. طيب اسمها ايه الحته دي على بعض؟ سوبرا سيلر سيسترن، والحته دي الكاروتد انقسم فيها اهو، ادي الانتيرور انتيرور سيريبرال، هيمشي هيطلع يفضل يمشي هنا ويمشي هنا، الحته دي اللي فيها سيركل اوف ويلس، يعني احنا قاطعين فيها كورونال كات. في حته هي الحته مش باينه قوي، انا برضو اشيل الماركينجز، ادي يا سيدي الميكلز كيف برضو. كويس، يمين وشمال، ده مش الكافيرنس، يعني الكافيرنس خلاص، يعني الكافيرنس لحد هنا ولحد هنا، وادي الميكلز كيف داونورد اند اوت في الكات اللي احنا واقفين عليه. هنا بقى خلاص ابتدينا، خلاص بنخلص الكلايفس تقريبا، وابتدى يبان بقى البرين ستيم، يعني باين ان في ايه، ده بازلر، وده الابيض ده اخر حاجه فاضله في الحته بتاعت البون بتاعت الكلايفس، اللي هي المنطقه اللي هي العظمايه اللي هي العمود الخرسانه ده اللي حاطين عليه الجوهره، خلص تقريبا، وابتدينا نخش بقى في المنطقه بتاعت البرين ستيم، وده خلاص وكفى الله المؤمنين. لبرده للعلم احنا خلصنا البيتويتري وخلصنا البتاع، ففاضل احنا بعد البيتويتري وبعد ما الكيازما خلصت، المفروض ان التو اوبتيك نيرفز يبقوا تو اوبتيك تراكت، وهما هنا، وهتلاقيهم بعد شويه كيرفد ابوردز، ما اعرفش انا لسه معايا كاتس ثانيه ولا لا، هيبقوا كيرفد ابوردز ويخشوا جوه الثالاموس از ذا لاترال جينيكوليت نيوكليس، وهذا ودي اللي هو الاوبتيك باث واي في المنطقه دي. ده ريليفنت ليه؟ لان عاده العيانين اللي بيبقى عندهم كافيرن ساينس سندروم وارد ان يكون معاهم فيجوال امبيرمنت، وانت تبقى محتار هل هي بابليديما ولا هي ولا هي مشكله ثانيه، مشكله في الاوبتيك نفسه، الاوبتيك انترب، فانت ان انت تبقى بتبص بعينك على طول الاوبتيك تراكتس او الاوبتيك باث واي، تبقى انت بتبص عليه بعينك ومتاكد ان مفيش حاجه ضغط عليه، مفيش انفلاميشن او سيجنال تشينج، ده برده حاجه مهمه يعني. طيب انا جبت كات بقى، دي كلوزر كات، دي ده شكل الشريحه، ده شكل السلايد اللي بتبص عليها لما تطلب ام ار اي بتويتري، يعني الام ار اي بتويتري بيبان الشكل دوت على فكره، يعني انت لو انت عارف مثلا من اشعه قبل كده ان في عيان، العيان ده عنده كافيرنس ساينس باثولوجي، ولو طلبت ام ار اي باراسيلر ريجن، يعني باي نيم كده ام ار اي باراسيلر ريجن، هيطلع هيعمل لك كلوز كات على الحته بتاعت البيتوتري، وهيصورها بديتيلز اناتومي بديعه زي اللي احنا شفناها دي السلايد المهمه اللي قلت لكم عليها، اللي كان فيها المنطقه بتاعت البون تحت،
اهي كويس، سفينويد فيرسس الكلايفس او البوني بارت اوف ذا كلايفس كويس، وعليها تفاحه جميله بتاعه البيتويتري، بس هنا مرسومه يعني طبعا هو جهاز اشعه نظيف، وفي نفس الوقت هو عمل بيتويتري مقارنه بالكورونا كاتس العاديه دي اناتوميكال كاتس، واخده البرين كله. هو الراجل هنا قاطع على الباراسيل، على منطقه الفحص اللي هو بتاع البيتويتري، ديديكيتد بيتويتري ايمجنج، فهنا البيتويتري باينه كبيره قوي. وده الابيض الصغير الاسود الصغير دوت، هو دي الحته الفولد بتاع الديورا اللي قلت لكم عليه، اللي اسمه ايه دورسم الدفراجما سيلي، اللي هو الغطاء بتاع الديورا اللي قافل على البيتويتري. المفروض ان الستوك ده حته منه، بس هو بقيه الكاتس بقى اللي قدامه واللي ورا هتلاقي بقيه الستوك بقى موجود فوق في الايه الاوبتيك كازما زي ما اتفقنا. وتعالى نكمل بقى بالديورا الفولدز اللي هي بتاعت، ادي ابتدينا من عند البيتويتري، الاسود ده هو الديورال فولد بتاعت الكافيرنس ساينس، ومكمل لتحت هنا كويس. وده ميكلز كيف، ايه اللي جوه ميكلز كيف تراجمينال؟ هو انا شايف تراجمينال، هو انا مش شايفه قوي، بس يعني لو لقيت ليجن هنا يبقى في الليجن ده في تراجمينال، ما فيش حاجه داخله جوه ميكلز كيف غير تراجمينال. فلو لقيت اي باثولوجي هنا يبقى ده مثلا لقيت ناس جوه المنطقه ديت يبقى ده نيرف تيومر وش خلاص، ما فيش تحت، ما فيش جوه الا جسير جانجليون وديفيجنز بتاعتها، فهو غالبا هيطلع فيها حاجه كده. فميكلز كيف على الناحيه الشماله اهي، تعالى نرسم برضو الاناتومي على الناحيه الثانيه، ادي الديورال فولد بتاعت الناحيه اليمين، وهي تقريبا خلصت هنا كويس، وادي ميكلز كيف بتاع الرايت سايد. ايه الاسود الكبير دوت؟ السيجنال فويد بتاعت الكاروتيد، الكاروتيد داخل عامل كذا كيرف في المنطقه ديت، مش هخوض في الاناتومي بتاعه خالص المره دي يعني في الحته ديت، وبعدين طلع فوق. احنا عارفين ان بعد الليفل بتاع البيتويتري ايه يا جماعه؟ اللي هي الليفل بتاع السوبرا سيلر سيسترن. ايه مكونات السوبرا سيلر سيسترن؟ السوبرا سيلر بارت بتاع الكاروتيد والاوبتيك كازما كويس، ويبقى بعديها الاوبتيك تراكت والبيتويتري ستوك اللي نزل على البيتويتري. تعال نشيل ده كله بقى، وتعال نشوف هنا بقى ممكن تبتدي تشوف فعلا كرينيال نيرفز، يعني ثلاثة اهو كويس، وثلاثة اهو يمين وشمال. المفروض ان اربعة بيبقى تحته في الحتة دي، يعني ما يبعدش عن كده، بس هو في الوول، هو اهم حاجة برضو اناتوميكال فيه انه جوه الوول. التاني الاربعة هنا المفروض انه في المنطقة دي، والاوفسالميك يا دوب تحتيهم، اوفسالميك ديفيجن اوف تراجيمينال، ما دخلش جوه ميكلز كيف وماشي في الوول بتاعت الايه الكافيرنس ساينس. ستة ماشي في المنطقة ديت وتحتيهم شوية كويس. وده الاكزيال، احنا كده في كرونال، وده برضو اكزيال كات، وبرضو اكزيال كلوز كات على المنطقة بتاعت الكافيرنس. ده نورمال اكزيال، وده اكزيال ويز كونتراست، اكزيال تي 1 ويز كونتراست. فهنا هيبان النورمال شكل الكافيرنس ساينس النورمال، بس كمان والسيجنال بتاعتها النورمال جوه الكونتراست كويس. رف لي كده عشان اعرف، انا عارف احط عيني في السلايد اللي هو مثلا حد فحص برين عادي خالص، اعرف احط عيني زي على الكافيرنس ساينس، ابص فين السيجنال فويد بتاعت الكاروتيد اللي هي بتبان لي دوريتين كبار جنب الميد لاين قريبين من الحته بتاعه البيتويتري في المنطقه بتاعه الريجن بتاع البيتويتري. اول ما الاقي الدايرتين دول هي دي، ده قلب الكافيرنس ساينس والاكزيال كاتس. اول لما الاقي الدايره هنا ودايره هنا، في دايره شمال ودايره يمين، يبقى انا جوه الـ جوه الكافيرنس ساينس، حواليها الكافيرنس ساينس. ابتدي بقى ايه ابص على الديورال فولدز واحده بواحده، وعشان اعرف اعمل لها ايفالويشن اشوفها في الاكزيال كاتس، اشوف شكلها اخبارها ايه. ادي ديورال فولد في ناحيه، انا في الصوره اللي تحت، ادي ديورال فولد في ناحيه، وادي ديورال فولد في الناحيه الثانيه، وخلصت على كده كويس، وما اتصبغتش الحته دي. طبعا ده فحص يعني اللي هو يعني لو اتعمل يعني في الكلينيكال براكتس الناس يعني ترفع له تعظيم سلام، هو نادرا طبعا ما بيتعمل الفحص بالاكيوراسي دوت يعني، بس لو واخدين بالكم في حته، الحته بتاعت الكافيرنس ساينس الحته اللي فيها الكاروتيد، في حته لو رسمت الكاروتيد في ناحيه كويس، ادي واحده، والعظم في ناحيه اللي هي الحته دي كويس، والتمبرال لوب في ناحيه كويس، هيتبقى لك المنطقه بتاعت الكافيرنس وميكلز كيف. تبقى انت يعني ايه مركز فيها بقى، ان مش كلها بتويتري، مش الحته دي كلها بتويتري، لا، وهنا البيتراس بون، الحته السوداء دي كلها اللي هي عظم اللي فيها البيتراس بون يمين وشمال. فانت تبقى الحته دي فيها
اللي حوالين الكاروتيد بشكل مباشر دي كافيرنس ساينس، ويتبقى حته صغيره في الوسط اللي هي اللي جواها اللي فيها ميكلز كيف اللي ماشي فيها الترايجمينال نيرف. الطبيعي طبيعي لان ده فينس ستراكشر انه ياخد صبغه وانه يبقى لونه ابيض في التي 1 ويز كونتراست. لو ما خدش صبغه او في فرق في الصبغه يمين عن شمال، يبقى اللي ما خدش صبغه ده ثرومبوز، زي بالظبط الدلتا ساين المشهوره بتاعتك اللي هي السيرجيكال ساينس سويتش سيرجيكال ساينس ثرومبوزس، ان يحصل ايه؟ يحصل ان الوول بتاعت الساينس تاخد صبغه بس الكونتنت بتاع الساينس ما خدش الصبغه ديت عشان في فيلينج ديفكت، فيتبان بشكل المثلث او يعني تبان انها اوميجا ساين، عفوا دلتا ساين، انا اسف دلتا ساين. فكذلك برضو الكافيرنس ساينس لو ما خدتش صبغه في فحص مظبوط، فحص تي 1 ويز كونتراست مظبوط اكزيم، لو ما خدتش وحصل فيها فيلينج سفيشنت، يبقى ساينس دي سسبيشنس. طيب وده اللي هو المثال المباشر، وده اشهر اكسرسايز. هو هنا ده سي تي اي نعم، بس مش مهم، انا عارف اناتومي وعارف راسي من رجلي. ادي يا سيدي المنطقه بتاعت الاوربت كويس، شمال يمين، وعارف ان قدام ده النيزل كافيتي، وبعدين في الحته بتاعت على حسب بقى ديبندنج على الكات كانت متاخده ازاي، سواء هيبقى فيها سفينويد ساينس او هيبقى فيها الحته دي سوليد، يبقى دي الايه الكلايفس. وعارف ان في تمبرال لوب هنا كويس، يبقى احنا دي المنطقه اللي فيها الميدل كرينيال فوس. طيب وفي الوسط المفروض ان في بتويتري، طبعا البتويتري مش باينه لان البتويتري مريحه على عظم، والعظم في السي تي بيبقى انتنس قوي، السيجنال بتاعته دنس قوي، فانا المفروض البتويتري، انا عارف البتويتري هنا، فانا عارف ان الكافيرنس ساينس في المنطقه ديت في المثلث اللي هرسمه لكم باللون الاحمر. المثلث ده مش ضروري على فكره، يعني مش دايما كل الفحوصات اللي هي في الكلينيكال براكتس، مش هتلاقي كل الفحوصات مرسومه زي كده، بس انت ما دام حافظ اناتومي، عارف ان المنطقه دي فيها كذا، المنطقه دي فيها كذا، المنطقه دي فيها كذا، هتبقى انت حتى لو ما اتقطعتش مظبوط او ما كانش السيكونس معمول يعني بطريقه مثاليه، هتقدر برضو تحط عينك على الباثولوجي. زي مثلا ده الشريحه دي مثال، يعني المثلث ده هو ده اللي فيه هو ده اللي فيه كافيرنس ساينس، وعارفين ان الحته دي كمان دي ايه جزء من الميكلز كيف، وهنا دي كافيرنس ساينس وحاصل فيها فيلينج ديفكت كما هو مبين بالشكل. نشيل ونبص مره ثانيه، ادي الحته دي اتملت صبغه والحته دي ما اتملتش صبغه، ودي والسايد ده، السايد ده فيه ساينس ثرومبوز اللي هو السايد اللي على اليمين. طب ايه الابيض اللي هنا واللي هنا؟ فالاجابه سهله وبسيطه وواضحه، ده الكاروتيد طبعا. فده نشيلها تاني ونبص ايه الابيض اللي جواها دوت، ده يا اما تريبيوتري مثلا ممكن مفتوح، وده بس ده انلايكلي يعني، انما في الاخر ده ايه؟ ده كاروتيد سيستم، وفي اسيمتري في الصبغه في الفحص، لقيت ان اليمين عن الشمال مش زي بعض، فدي كافيرنس ساينس ثرومبوز. كذلك هنا كويس، ادي هنا واخده صبغه كويس، ادي تمبرال لوب، وادي العظم العمود الخرسانه اللي عليه الجوهره، طبعا مش هتبان قوي في السي تي بس انا فاهم ان ده مكانه، فانا ببص فيها وببقى فاهم ايه اللي موجود. وادي المثلث بتاع كافيرنس ساينس، المفروض ان جزء منه يعني حته صغيره قوي منه لو فاضله، اللي هي الحته بتاعت تكون اللي هي بتاعت الميكلز كيف. طيب لو واخدين بالكم العيان ده اتشخص بدري بصراحه. ليه بقى؟ لان العين لسه ما خرجتش، من دايما تلاقي العيان بتاع الكافيرنس ساينس ثرومبوزس بروبتوتيك، عينه طالعه لبره، فالعيان ده لسه عينه ما طلعتش لبره، غالبا كان ابتدى يجي له نيروباسي، لسه ما كملش بقى الاديمه الجامده والكلام دوت، ف ف ف ف فطلعها يعني اتعمل الفحص بدري وتشخص بدري، بس هي ثرومبوز، ديفينتلي ثرومبوز. طيب دلوقتي في دي اخر كاتس خالص، يعني احنا خلاص في الاخر، ادي الزلطه اللي في الوسط، وادي التمبرال لوب يمين وشمال، والحته دي اللي هي ايه؟ كافيرنس ساينس، وابتدى يبان، احنا طلعنا فوق شويه، فابتدى يبان الدخله بتاعت الاوبتيك نيرف. احنا كده خلصنا، لو متخيلين يا جماعه، خدنا الحته بتاعت البيتوتري، طلعنا شويه فبقينا في السوبر سيلر سيسترن،
فخلصنا الحته بتاعت البيتويتري والحته اللي فيها كاروتيد وطلعنا فوق شويه، بقينا في الحته اللي فيها الاوبتيك اللي هي كانت داخله على الاوبتيك كازما بالاوبتيك نيرفز فوق. عرفت منين؟ عشان في ستراكشر ماشي اهو من قدام لورا، لو واخدين بالكم فيه، وادي ستراكشر اهو ماشي من قدام لورا. الاستراكشر ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده الاوبتيك نيرف. دي سهله. جار الاوبتيك نيرف اللي قلت لكم عليه الصغير قوي دوت، لما الساينس تكون ثرومبوزد يتوحش ويبقى غول ويبقى حجمه كبير جدا. ليه؟ لان الدرين بتاعه، البلاعه بتاعته اللي بتاخد الكونكشن بتاعته بيبقى بيقفل. فلاحظ عزيزي طبيب ان الفيسل ده اللي هو يعدي على التخين. وانا تخين طبعا. فالمهم يعني المهم يعني ايه، الفيسل ده كبر. هو انا عرفت منين انه فيسل مش النيرف؟ هو شكله كده، هو بيبقى واخد كيرفد شيب كده. ده الشكل العادي بتاع السوبير اوفسالميك فين، انه يبقى داخل من السوبير اوربيتال فيشر ويقوم واخد الكيرف ده، وهو كذلك بيمشي هنا ويمشي هنا. لاحظ بقى فرق يمين عن شمال. انت بتعرفه كمان منين؟ انا بعرفه برضو لما بحتار في الاشعه، اقوم معلم الاوبتيك نيرف سهل تطلعه، ادي الاوبتيك نيرف وادي الاوبتيك نيرف، وبيبقى تخين وواضح وكبير. الكات اللي فوقيه السوبيرور اللي فوقيه هتلاقي فيه ستراكشر شبه الاوبتيك نيرف، بس هو مش الاوبتيك نيرف. في هذه الحاله احنا دي السلايد اللي على اليمين دي اعلى سنه من الاوبتيك نيرف، ده السوبيرور اوفسالميك فين. قارن بقى يمين عن شمال. اليمين ده شكله الطبيعي وده حجمه الطبيعي، فين يعني لمؤاخذه هفق صغير قوي. بص هنا بقى فين بقى حجمه عامل ازاي. ده ثرومبوزد فين او كونجستد فين. مفيش فينس ثرومبوزس في اي حته في البلا في 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 في, في البرين على فكره، مش كابيلنز بس. فيش حته في مفيش فينس ثرومبوزس من غير كونجستشن. لازم تدور على كونجستشن، لازم تلاقي البرين ايديبيتس، لازم تلاقي تريبيوتريز بقت دايليتد وكبيره. از رول لو ما لقيتش السوبير اوفسالميك فين، تدور لما انت شاكك في الكافيرنا ساينس، هتبص على الكافيرنا ساينس رقم واحد، ورقم اثنين هتبص على السوبير اوفسالميك فين. لازم تتاكد انه تخين، وهيبان يعني هيبان، لانه لما حجمه بيتخن هيبان في الاشعه، حتى لو الكاتس صعبه وبعيده او الكلام من دوت هيبان يعني هيبان. فلو ما لقيتوش كبير يبقى انت عندك كافيرنا ساينس سندروم وما عندكش ثرومبوزس. خلصت يعني خلصانه يعني، انت فاهم يعني اللي هو بلغه الديب ويب يعني مات الكلام خلص، خلصت يعني ما فيهاش كلام. لازم الفين يبقى دايليت، وهو ده الفين اللي لما بيبقى دايليت هو ده اللي بيعمل باب الاديما، لان التريبيوتريز بتاعت الاوربت قفلت، وهو ده اللي طلع عين العيان بره، لان الاوربيتال تيشو لما يحصل له سويلنج هيطلع عين العيان بره. فاستحاله عين العيان تطلع بره ديو تو فينس اوكلوجن، وما يبقاش الفين الكبير اللي هو اللي بيدرين الاوربت ما 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 ما, ما, ما مفتوح عادي. فلازم تبص على اليمين وشمال، ولازم تتاكد ان هو برده واخد المنظر البديع اللي هو اليمين وشمال. انا في رايي المتواضع يعني انا الحته دي بعرف القط بيها الفينس ساينس كافيرن ساينس باثولوجي، بعرف دي اوضح من الكافيرن ساينس ذاتها. يعني الكافيرن ساينس نفسها اصلا لو البروتوكول مش معمول حلو قوي ممكن تبتدي تحتار، انما لو لقيت الفين دايليتد يمين عن شمال كده بالشكل الواضح ده، لا ما فيهاش كلام، دي لا تخطئ انها كافيرنا ساينس ثرومبوزس يعني. طيب دي الكاتس بتاعه الكورونا اللي نفس العيان، ودي برده كونتراست. ادي النورمال ساينس. لو واخدين بالكم الثانيه حصل فيها تغيرات مهمه وشديده الاهميه، ونبص عليها برده بالراحه. اي حاجه بتبقى ثرومبوزد بتتخن بتبقى ديستندد ساينس. فلو واخد بالك ده الحجم الطبيعي، وده اللي احنا اللي هو على الناحيه اللي على الشمال، ده الحجم الطبيعي للساينس اللي واخده الصبغه دي، واخده الحجم النورمال بتاع الساينس، ما 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 كبرتش، ما تخنتش قوي. الثانيه ديستندد، دي النقطه رقم واحد، كبرت. يعني الثرومبوز ساينس از رول لازم تبقى اكبر. ده لو هي ثرومبوزس، لانه خلي معاك يا جماعه، ما هو ممكن يطرأ عليها اي حاجه تانية، ممكن يبقى في اي في فيستولا، ممكن يبقى في تيومر، ممكن يبقى في انفلاماتوري ماس، ممكن زي ما يكون يعني. فهي في الاخر عشان برضو الساينس لما تبقى ثرومبوز يبقى فيها فيلينج ديفكت وتبقى ديستندد. تاني حاجه ودي رول مهمه وقويه، ودي عشان كده انت لازم تلقط الديورال فولد بتاع الديورال فولد از رول برضو انه يا يبقى مستقيم بالمسطره زي ده زي الناحيه اللي على الشمال، يا يبقى كونكيف، يعني اللي هو يبقى واخد حتى كيرف كده مريح كويس. الثرومبوز ساينس لازم تبقى انلارجد وديستندد وليها كونفكس بوردر كده.
كويس، دي من النقط الاسينشال فور يعني ان انت تبقى كونفيدنت وانت بتشخص الكافيرنس ساينس. اتمنى ان انت بس يعني تبقى بعد يعني بعد الكلمتين دول تبقى انت بتبص على ايه، بتبص مش بس بتبص على مكان الكافيرنس ساينس او تعرف هي فين، دي نقطه مهمه برضو ان انت تبقى عارف مكانها فين في الاناتومي، بس انت بتبص على السيجنال بتاعتها وتختار السيكونس اللي تبص عليها فيه، وتبص على شكلها وتبص على حجمها وتبص عليها ان ديفرنت سيكونسز، يعني ابص عليها تي 2 وابص عليها تي 1 وابص عليها تي 1 وز كونتراست وبص عليها كرونال وبص عليها اكزيال. ففي الاخر هيبقى معاك خمس ست معلومات مثلا ترجح كافيرن ساينس ثرومبوزس او تنفيهم، او ان دول مش موجودين ودي 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 مش موجوده ودي مش موجوده ودي مش موجوده، يبقى انت في الاخر معاك ايتمز تو فولفيل وانت بتبص، فتقدر تبني قرار قوي في سواء في ان في مثلا باثولوجي او ما فيش باثولوجي، حتى لو في الاخر طلع غلط بس انت بتفكر بطريقه فيجوال منظمه تبني في الاخر تشخيصك يعني ان كونفيدنت واي. طيب مش ال 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 عايز اوريكم حاجه، بس هي بصوا يا جماعه دي مش باين، هي مش باين قوي بس برضو بس this is still valid. في الكات اللي هي الكورونال اللي على اليمين دي العين، يعني دي مش عايزها دكتور عشان تتشخص، ودول المسلز كويس، والمفروض ورا النيرف ورا بس الفين لسه بيبقى مكمل وبيبقى هنا كويس، نشيل ادي الفين الحته النقطيه الصغيره هنا كويس، وادي الفين الثرومبوز برضو الكورونال بيبقى في الحته بتاعت الاوربت اللي هي الاوربيتال ستراكشرز، هيفيدك في انك تشوف حجم الفين في الكورونال كات يمين عن شمال لو انت شايفك في ساينس ثرومبوز كويس. ادي ده الفين الهيلثي ده شكله العادي كويس، زي ده وزي ده، يعني نقط الحته الصغيره دي يعني يعني دي كلها بلود فيسل صغيره يعني بس لوكس هيلثي يعني، بس ده بالذات سوبير اوفثالميك فين لا يعني تضخم، لو مش بتدور عليه مش هتلاقيه يعني ايه يعني. بص ادي ادي يا سيدي ايه العين اهي كويس، ودي ماسلز ماشي، وايه ده يعني حاجه يعني في حاجه هنا بس ايه، بس لو انت مش لو انت عارف هو الاناتومي بتاعه كده، هو فوقيه السوبير ريكتس كويس، ثم الفين، ثم بعد ذلك في الكات اللي تحت بقى تبتدي يبان لك لو انت بتقطع اكزيال يبتدي يبان لك الاوبتيك نيرف. الثلاثه ستراكشرز دول لازم تبص عليهم فوق بعض بالترتيب، اعلى سلايد خالص في الاوربت هتجيب لك السوبيرو ريكتس تلاقيها بند كده كبير، تنزل بعديه اول حاجه كورد لايك تلاقيها مش الاوبتيك نيرف، ده السوبيرو اوفثالميك فين وبيبقى واخد كيرف ملولو وكده، وبعدين تلاقي الاوبتيك نيرف نفسه وهو داخل جوه الجلوب. دي نفس الكلام برضو، دي ساينس ثرومبوزس، ودي الحته اللي بقولهم عليها برضو يا جماعه، ادي بص ادي في السلايد اللي على الشمال البند لايك ده سوبيرو ريكتس ثم الفين، بصوا الفين في الحته دي بس ده عين ده اهو، ادي واخد الشكل الكيرف بس تخين جدا، والتاني يعني اكاد يكون مش باين جزء باين منه جزء، عشان انا عرفت انه الفين في دي بالذات عشان بس ده مسبوغ واخد سوا، فهو غالبا كده، او يعني ولو ان حتى والله ده ممكن اصلا ما يطلعش الفين، بس في جميع الاحوال هو ده بيصل بس يعني بس على الاقل مش واخد نفس الحجم بتاع الناحيه اللي على الشمال في العين ده. طيب تعال نبص بقى ده اناتومي، نطبق الاناتومي بتاعنا في العين دوت نعرف عنده ايه ونشوف عنده ايه يعني. طيب ادي احنا عندنا تو كاتس، واحده الاثنين قاطعين قدام ادي الاوربت وادي النيزل كافيتي، وراهم looks like bone او يعني او نافلد ساينس اللي هي المنطقه بتاعه السفينويد ساينس، وادي الاوربت ووراهم على طول، وادي التمبرال لوب يبقى احنا دي الميدل كرينيال فوسا، وهنا العمود الخرسانه بالجوهره اللي عليه البيتويتري، واضح ان هو لسه يعني هو ما وصلش يعني مش البيتويتري ممكن اعلى منها شويه، ودي الحته بتاعه السله او البيتويتري ستوك، ويتبقى لنا نرسم الحته بتاعت كافيرنس ساينس، ادي مثلث كافيرنس ساينس كويس، وجدير بالذكر ادي الحته الصغيره دي اللي هنا دي فيها الميكلز كيف، وده سبغ ده تي 1 ويز كونتراست اكزيال تي 1 ويز كونتراست، فهنا في سيجنال في برضو فنيات الفحص ده يعني اللي هو بيقولوا ديليد تي 1 وز كونتراست مش مهم، بس يعني تي 1 وز كونتراست عادي بالنسبه لنا يعني فير انف،
يعني ليك مركز بتشتغل في مكان فيه حد ايمجينج قوي وفي راديولوجي يقدر يساعدك، هتبقى هيأخر شويه التصويره اللي بعد الكونتراست، بعد ما يدي كونتراست بيستنى سنه ازيد يعني. دي كافيرنس يمين شمال، بس هو تي 1 كونتراست وخلاص، كفى الله المؤمن القتال. ادي دي كافيرنس هنا، ودي الميكلز كيف كويس. برضو هنا هو العيان ده برضو جاي، ده عيان من العيانين اللي جايين بكافيرنس ساينس سندروم. ولو واخد بالك النقطه اللي بقول لك عليها، العيان ده عنده بروبتوزس هنا مقارنه بهنا، عينه دي خارجه لبره شويه، فغالبا في باثولوجي في الناحيه دي. هنا بس هي، بس لو واخدوا بالكم بقى كافيرنس ساينس واخده صبغه، وعيان زي دوت من العيانين المشهورين جدا جدا ان احنا نبقى محتارين. هو ده مثلا كافيرنس ساينس سندروم ولا تولوزا هانت، ولا هيطلع كافيرنس ساينس روبوز. دي كتيره كتيره جدا يعني، كل واحد بيبقى حيران ما بيعرفش. هو في الاخر بيدي علاج اللي هو على اللي هو يدي انتي بايوتيك ويدي انتي سكيميك ويدي معاهم ستيرويد كمان. فده العيان ده لو واخدين بالكم الباثولوجيكال او الكلينيكالي سسبكتد كافيرنس ساينس واخده صبغه كويس، تعال نشوف الاوتر بوردر بتاعها. ده اول حاجه اللون، ثانيا المكان، هي شكلها ديستندد سنه بس يعني الاوتر بوردر بتاعها منفوخ سنه واكبر حجما من اللي بعديها. تعال بقى نبص على الفينز. انا هنا لقطته يعني، لقطت شكله وهو واخد هنا سيجنال فويد. لو واخدين بالكم ادي ده جزء من الفين. تعال نكمل بقيه الكاتس ونشوف. طبعا دي حته صغيره قوي اللي هي الكات اللي على الشمال، دي حته صغيره قوي من ادي ساينس، واللي بالاخضر لحظه ارسمه لكم، واللي بالاخضر ده ميكلز كيف كويس، وهنا برضو ميكلز كيف بس هي كبير شويه لان هو في تحت الساين يعني، السلايد اللي على اليمين اعلى شويه، فدي واخده الجزء الكبير من الساينس، تحتيها الساينس بتخلص وابتدى يبان ميكلز كيف. فميكلز كيف داون اند اوت، داون فين؟ في السلايد اللي تحت. تعالى نكمل. برضو واخده صبغه كويس، والصبغه لو واخدين بالكم اكستندد ايفن بياند ذا تريتوري اوف ذا ساينس، يعني المنطقه دي، دي حته كده يعني عند السوبير اوربيتال ريدج كده وعند المنطقه ديت. هنا برضو تانية، بس لو واخدين بالكم في فرق حجم، في فرق حجم بس ستيل مفيش فيلينج ديفكت يعني، هي الساينس واخده الصبغه زي الحلاوه هي ما شاء الله يعني حلوه يعني، مش ما فيهاش مشكله قوي، بس دي ديستندد شويه واخده صبغه كويس. تاني حاجه سيجنال انهانسمنت ابتدى يكستند بره المنطقه بتاعه الكافيرنس نفسها. طبعا اللي في الوسط ده ايه؟ ده بتويتري او الكلايفس، مش قادر اميز قوي يعني. كده خلصنا الحته بتاعه البيتويتري وطلعنا منها فوق، ده اخر حته في العظمه بتاعه البيتويتري، واحنا كده في المنطقه بتاعه السوبرا سيلر سيسترن، عرفت ان فيها ان البيتويتري خلصت عشان في ستوك وما بقاش في عظم تحتيها، فاحنا تقريبا خلصناها. لو واخدين بالكم العيان ده برضو بكماله الكلام في يعني في انهانسمنت فوقيها، فالعيان ده فيه عنده وفي انهانسمنت هنا مكمل برضو ايه خارج حدود خارج التريتوري بتاع الكافيرنس ساينس. وفي نفس الوقت انا عرفت برضو ان ده الباثولوجيكال اولا من الكلينيكال، ثانيا انا خمنت عشان العين اليمين الشمال دي طالعه لبره، فده عيان تولوزا هانت سندروم، مع انه كلينيكالي ممكن يبقى بريزنتد بكيموزس وبروبتوزس وفسالوبليجيا، وممكن يبقى عنده فيجوال امبيرمنت بطبيعه الحال لان الاوبتيك نيرف نفسه بقى انتربت في المنطقه اللي فيها الباثولوجي ديت، بس كل المنطقه دي واخده صبغه، فالمنطقه اللي واخده صبغه دي فيها سامثينج رونج، شكله انفلاماتوري لان مفيش ماس كبيره يعني. لما لو طلع على فكره لو طلع في ماس، لو طلع في لو حجمها اكبر شويه كان ممكن تبقى ماس. وكذلك انا برضو هيبقى عندي الهنت دي من الكلينيكال، انا شايف العيان ده تعب في 3 4 ايام ولا تعب في اسبوعين ثلاثه يعني، دي هتدي امبريشن يعني ترجح حاجه عن الثانيه يعني. طيب ادي برضو دي النقطه المهمه اللي اتفقنا عليها. ادي بص يا سيدي، انا جبت الكاتس دي عشان نشوف شكل الاوفسالميك فين. ادي الاوفسالميك فين في الناحيه السليمه هنا في السلايد اللي على الشمال، بدايته هو او ابتدت قبل تريس لي هنا، وهبتدي يبان في الكاتس اللي جايه بعد كده، في الاسوء عفوا في الدايركشن اللي بعد كده، واخد الشكل بتاعه اللطيف هنا، ما بانش هنا عشان العين مش سنترلايزد او الكات دي ما جابتوش، فجبت السلايد اللي بعديها بان في السلايد اللي بعديها. ايه اللي تحتيه ده هنا؟ ده اكيد ان ده الاوبتيك نيرف بس لسه هيبان بعديها بشويه. ايه اللي فوق ده هنا؟ ده غالبا ده السوبيريور ريكتس. مش مهم الكلام ده كله، طبعا دي بالنسبه للعين اللي الشمال، فده الاوبتيك الاول وبعدين فوقيها طلع ابتدى يبان النرف. طيب
وده مقارنه للثلاث حاجات قدام بعض. ادي اللي على الشمال اقصى الشمال دي النورمال كافيرنس ساينس، لاحظ عزيزي المشاهد ادي الكافيرنس كويس، وده الاوتر بوردر بتاعها. عرفته منين؟ عرفته انه مرسوم بالاسود بالتف ديورال اورينتيشن، وادي الخط الاسود الرفيع بتاع الديوره في الناحيه الثانيه. هشيل الماركينج عشان برضو تبص عليها بنفسك، تبص على اللون الاسود نفسه تاني اللي هو الشكل ده او المنظر ده كده، ده النورمال كافيرنس ساينس، وده طبيعي واخده صبغه، والحته اللي جنبيها ما خدتش صبغه قوي، بس انا عارف ان الترايجيمينال ماشي فيها هنا. طبعا مثلا في فروم ا كلينيكال برسبكتيف، لو العيان ده لو في عيان جاي 3 و4 و6 وبقى معاه ماكزيلري كمان مثلا، يعني ماكزيلري ديفيجن از ويل از اوف سالمك، فالليجن خرج بره التريتوري بتاع كافيرنس ساينس. عاده لو الليجن طلع من جوه من قلب كافيرنس ساينس، فكافيرنس ساينس مقفول عليها بالضبه والمفتاح بديورال كفرنج قوي. انما لو خد حاجه تانية، لو خد حاجه تانية، فده امبلاي حاجتين مهمين، ان في باثولوجي اجريسيف، ما هوش جاست انه مثلا ثروبوز بس ولا حاجه، انه ابتدى يكسر الديورال لاير، ودي لاير جامده جدا على فكره، يعني ما بتخترقش الا بشديد قوي فعلا، ان طلع من جوه الكافيرنس وخرم الديوره وراح على المنطقه بتاعت الميكنز كيف والفورم اللوتندا والحتت اللي هي بتاعت السكال بيس دي، فابتدى يأفكت مناطق تانية مش الاوبسالميك بس، او انه اصلا كان جاي من بره الكافيرنس ودخل على الكافيرنس، يعني مثلا زي انه كان في حاجه مثلا ترانسفورامينال سبريد للتيومر ودخل قعد يخرم مع الفورامينال اللي موجوده في السكال بيس فدخل جوه الكافيرنس ساينس، سواء كده او كده. وفي جميع الاحوال كافيرنس ساينس زائد حاجه ده سينستر باثولوجي، دي مش حاجه كويسه، يعني كافيرنس ساينس على قد كافيرنس ساينس، يا رب تطلع كافيرنس ساينس ربوس ويفلت منها ولا تلوز هاند ويفلت منها، بس كافيرنس ساينس ككلينيكال 3 4 6 وفي سالمك 5 زود عليهم اي حاجه ثانيه فالعين مش حلو، يعني العين ده مش 100% يعني مش كويس. ده السلايد اللي على الشمال واخده صبغه كويس والدنيا كويسه، ده سلايد كافيرنس ساينس ثرومبوز بتاع اللي جبته لكم في الاول، ادي شكل الاوتر بوردر من الناحيه السليمه، وادي الديستندد سيجنال فويد الحته الكافيرنس ساينس اللي ما خدتش صبغه، وادي الانفليمد كافيرنس ساينس اللي في التلوزا هانت بتاعه العيان اللي على اقصى اليمين. فجدير بالذكر ان يعني وغني عن البيان ان لازم عشان تقيم كافيرنس ساينس كويس او عيان جاي لك بكافيرنس ساينس سندروم اعمل فحص بصبغه، يعني تعمل فحص بصبغه لازم تقطع تي 2 اكزيال وتقطع تي 2 كرونال عشان تعرف تشوف تفاصيل السيلر ريجون والباراسيلر ريجون. لو انت بتعمل ده تاني فحص اعمل فحص لوحده ديديكيتد، اطلب بتويتري اللي هو ام ار اي، يعني بتويتري ما تكتبش بتويتري عشان ما تبقاش يعني برضو متضايق من نفسك وانت بتعملها، بس هو صح، بس اطلب مثلا ايه ام ار اي باراسيلر ريجون جاست او بتويتري شرطه باراسيلر ريجون، وهو كده كده الفحص ده على فكره بيتعمل بصبغه، فكده كده هيبقى برضو هيبقى ايه بيبين لك التفاصيل يعني بتاعه المنطقه اللي حوالين البتويتري. يعني ده عيان عنده سيجنال ابنورماليتي واخد صبغه باديه من المنطقه بتاعه البوستير فوسا واكستندنج بيوند وداخله جوه منطقه الكافيرنس ساينس. مفيش حاجه بتعدي من البوستير فوسا للميدل كرينيال فوسا الا النيرف الترايجيمينال، هو الترايجيمينال اللي هو واخد له سكه اللي هو خارج من المنطقه بتاعه اللي هي البري بونتاين سيسترن اللي هي المنطقه اللي قدام البونز وداخل في الميكلز كيف، فهو ايه الحته دي كده وداخله في الميكلز كيف مش داخله في الكافيرنس ساينس. وده عيان عنده شيس تيومرز، يعني بس جبتها من باب ان ايه يعني تبقى انت حطيت عينك على باثولوجي في الميكلز كيف في المنطقه ديت، وان في برضو كونسيدريشن مهم لما تلاقي باثولوجي جاي من البوستير فوسا داخل على الميدل كرينيال فوسا، لان احنا عارفين ان الكافيرنس ساينس دي في قلب الميدل كرينيال فوسا والحته اللي جنبيها دي على طول اللي هي اللي فيها البونز وفيها البريبونتاين سيسترن دي بوستيرو كرينيال فوسا. مفيش استراكشرز كتير بتعدي كده، بتعدي دغري كده واخد الطريق دغري دوت، مفيش الا التراجيمينال نيرف، ويعني شديد الحسوكه يقول ان في كافيرنس اللي هي البازيلر فينوس بلكسس برضو معديه في المنطقه دي، اذروايز مفيش حاجه. دي ده فحص كرونال
تي 2 وتي 1 ويز كونتراست. الاناتومي ابتدى يبقى ديستورتد، واضح طبعا ان دي ماس ليجن، بس انا برضو ايه الواحد حط عينه على المنطقه من الـ الـ من الكاروتيد، ادي عفوا انتر الكاروتيد، ادي الكاروتيد، فهنبتدي على السلايد على اليمين، ادي الكاروتيد، يبقى المنطقه دي بتاعت الكافيرنس ساينس. ولو واخدين بالكم في كاروتيد تاني فوق كويس، والكاروتيد التاني اللي فوق ده برضو قريب منه حتتين كده، واضح ان هم الاوبتيك نيرفز او الاوبتيك تراكتس الله اعلم، او يعني خلاص هتبقى الكازما. فدي المنطقه دي اسمها ايه، سوبرا سيلر ريجون، ودي بارا سيلر ريجون، وده سله ذات نفسها. فواضح ان الماس طبعا من البيتويتري ذات نفسها داخله على البارا سيلر ريجون وعامله كومبريشن على فوق، ابتدى يتاثر الاوبتيك زي ما انتم شايفين، اللي هو اللي احنا الكلينيكال فايندنج المشهوره يعني بالنسبه لل 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 عفوا للسيلر ليجنز يعني او سيلر ماس. طيب ده عيان برضو جاي بكافيرنس ساينس سندروم، بس تعالى نحط الاناتومي ونشوف الليجن بتاعه فين. ادي الكاروتيد، انا حطيت عيني على الكاروتيد، فايه خلاص يبقى هي دي، يبقى انا حواليا الكافيرنس ساينس، وده تي 1 وز كونتراست. ادي ارسم بقى الاناتومي بتاعي، ادي واحده كويس، ادي كافيرنس ساينس كويس، وادي كافيرنس ساينس، وهنا ميكلز كيف. ميكلز كيف كبير، فده معناه ان انا لسه تحت، يعني انا لو طلعت بالسلايد دي فوق شويه هلاقي كافيرنس ساينس كده ايه مربربه وكبيره وبخرها. والليجن وادي تمبرال لوب، الليجن في الحته دي، الليجن له في الميكلز كيف وله في الكافيرنس، وعامل كافيرنس ساينس سندروم لانه كومبريسنج وانفلتريتيف، وده ميتاستاتيك ديبوزيت. ده عيان برضو، تعالى نحط الاناتومي بتاعنا، ادي السفينويدز في الوسط، وادي كاروتيد، فانا حطيت عيني يبقى انا حواليا الكافيرنس ساينس، ادي واخده صبغه الحته دي، واخده صبغه والحته دي لا، الحته دي ميكلز كيف اللي مش واخده صبغه، ودي دي كافيرنس ساينس حلوه وبنت ناس، وادي دي كافيرنس ساينس هنا، والميكلز كيف هنا اتاكل بحاجه ليها ماس افكت، فيبقى ده حاجه جوه الميكلز كيف واخده صبغه، بيبقى ده تراجيمينال شوانوما. ده تشخيص عيان يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طولت عليكم شوية بس